حسابي نتكلم عن توقعات الابراج الاسبوع ده. اوكي يلا بينا. نمسك برج الحمل. برج الحمل الفتره ديت عصبي جدا، عنده الدنيا واقفه، الدنيا مش ماشيه، عندهم مشاكل وبالاخص البنات الحمل. عندهم فراق حصل، اوكي، بس فراق ملوش رجعه تاني. طريقتهم هم اللي بتضيع دايما، غيرتهم وطريقتهم هي دايما اللي بتضيع حقهم، واسلوبهم هو اللي بيخلي الراجل بيبعد عنهم. ده كبنات. الولاد عندهم في العملية شغل، يعني عمليا عندهم مشاكل في الشغل. اوكي، فانا بقول لهم للطرفين سواء ولد او بنت يمشوا بمثل اللي ليه حاجه عند الكلب يقول يا سيدي. يعني يمشي امور، يتنازلوا شويه، خالص يتنازلوا خالص. او يختفوا ويبطلوا زن، يبطلوا زن ويبطلوا نكد ويبطلوا يهولوا. ده ولاد وبنات؟ سواء على الصعيد العملي او العاطفي. يمشوا امورهم، يسكتوا، يبطلوا يعيدوا ويزيدوا في المشاكل اللي حاصله. انا رايي بقى باللي انت بتقولي ده يستخبوا احسن. ده يستخبوا جوه الحيطه مش جنب الحيطه كمان. يعني يقللوا شويه من الكلام. هم دايما بيبقوا عايزين حد يتعاطف معاهم سواء ست او راجل، ودايما بيقعدوا يتكلموا ويخلوا الناس اللي كلهم كل الناس اللي حواليهم عايشين نفس الظروف اللي هم عايشينها. اللي هو انا عايشها لوحدي، لا ليه؟ وليه انا اللي عندي طاقه سلبيه؟ لا تعالوا كلنا بقى نوزع الطاقه السلبيه اللي عندي. اوكي. فبقول لهم اهدوا وبطلوا وافصلوا، خلوا يعني اصبروا، الدنيا عندكم كده كده مش حلوه، انتوا كده كده قال لكم من اول السنه ان انتوا من بعد 15/7 او 21/7 الدنيا هتختلف معاكم، فاهدوا. لان انتوا اللي بتهولوا المواضيع، او انتوا دايما اللي بتستفزوا الطرف اللي قدامكم ان يوصل بيكم الامر للوضع اللي انتوا فيه. الحرسان. يعني بعد 25/7 او 15/7 15/7 في ناس هتحصل لها من بعد 15/7 وفي ناس من بعد 21/7. تبقى أوكي. افضل الدنيا. طبعا. تمام. اوكي. نيجي لبرج الثور. برج الثور الفتره ديت عندهم عاطفيا الدنيا الطف بكتير، وعندهم ارتباط هيكمل، او في امور عاطفيه الدنيا سواء راجل او ست، اللي متخانق مع حد هيتصالح، اللي خاطب هيتجوز، اللي بيفكر ان هو يخطب هيخطب. في خطوه ايجابيه لصالحهم هتحصل سواء بنت او ولد. تمام. فيركزوا، ما يتخانقوش، ويركزوا ويخلوا الدنيا لطيفه، لان الفتره دي حلوه عندهم، ان الامور عاطفيا اكتر حاجه عندهم الفتره دي مستقره هي عاطفيا سواء راجل او ست. نيجي لبرج الجوزاء. برج الجوزاء الفتره اللي فاتت كان عنده شويه امور، اوراق حكوميه، حاجه عايز يخلصها، متعطل، كان نفسه تخلص وما خلصتش. الفتره دي هيبتدي يفكر انه يجري عليها انها تخلص. او نفسه يسافر لان هو نفسيا مش متظبط، اتكلم في موضوع سفر، اتكلم في موضوع ان هو عايز يغير جو في اي حته، بس هو دايما بيحب يرتب اوراقه، مفيش حاجه تيجي على حاجه، بس هو نفسيا مش مظبوط. في جزء كبير منهم عندهم اوراق هتتمدي، والاوراق دي هتبقى لصالحهم. اوكي، وده هيحصل في خلال الاسبوع اللي جاي دوت. وفي جزء منهم عايز يسافر، عايز يغير جو يفسد. نفسيا عايز يشيل الفيشه، لان هو حاسس ان هو مضغوط قوي فتره فاتت، فعايز يحاول يروح يعني يفضي كل الحاجه اللي جواه، علشان عايز يبتدي يعرف يتعامل تاني ويملى تاني، علشان يعرف يدي طاقه للناس اللي حواليه، لان هو مودي ما بيعرفش يعمل حاجه فوق طاقته، او لو طاقته الايجابيه خلصت ما بيعرفش. فهو بيحب يبقى طبيعي مش فيك. اوكي. نيجي لبرج السرطان. برج السرطان الفتره دي سواء راجل او ست عندهم حيره ما بين حاجتين، ما بين شغلين، ما بين اتنين، يعني واحد محتار ما بين بنتين، او واحده محتاره ما بين ولدين في الاختيار، وسواء ولد او بنت محتارين لو في عاطفيا محتارين ما بين علاقه قديمه وعلاقه جديده. تمام. علاقه قديمه فاتت حد كذب عليهم، او اكتشفوا ان هو كذب. اوكي. السرطان اكتشف ان اللي قدامه هو اللي كذب. العلاقه القديمه اللي في حياته ست السرطان او رجل السرطان كان بيكذب عليه سواء راجل او ست. تمام. يعني رجل السرطان او بنت السرطان الفتره اللي فاتت كان في حياتهم حد بيكذب عليهم، اكتشفوا انه كذب في موضوع لان هم كانوا هيرتبطوا بيه. اوكي. وهو بعد او هي بعدت. اوكي. فالفتره دي في حد جديد ظهر في حياتهم، فهم عمالين يقارنوا ما بين القديم
والجديد. عمليا نفس الحكاية، عندهم شغل. عرض جديد في شغل وعندهم مشاكل في شغل فات، لأن الفترة اللي فاتت كنا بنقول على برج السرطان إنه عنده مشاكل في شغله، فخلي بالك مش مستقرة. مش مستقر، فهو محتار ما بين شغل قديم وشغل جديد. إذا برج السرطان بوجه عام سواء ست أو راجل عنده حيرة ما بين حاجتين، سواء عاطفيا أو عمليا. تمام. أوكي، نيجي لبرج الأسد. برج الأسد الفترة ديت متوتر شوية، محتار، مش محتار ما بين حاجتين، بالعكس انت الفترة الجاية عندك شغل، عندك هتجمع ما بين اكتر من شغل، عاطفيا عندك علاقة جديدة هتبتدي لك قلنا من بعد شهر 9، الامور عندك كلها حلوة جدا جدا جدا، فبلاش تفكر في انك انت مستني او ان انت متوتر او توتر نفسك، لان المرحلة دي عندك حلوة، لان هي بداية لمرحلة جاية عندك حلوة جدا جدا، بالعكس امورك ماديا الدنيا ابتدت تظبط. في معظم برج الاسد عندهم نقلة سواء على بيت او عربيه او شغل، معظم برج الاسد رجاله وستات عندهم نقله من بيت لبيت او تغيير عتبه عندي، وعندي العتبه بيت وشغل وعربيه. تمام. فلازم حاجه من التلاته هيتغير لبنت الاسد او راجل الاسد. اوكي، وعندهم هيجمعوا ما بين اكتر من شغل، وعندهم مع جوازه هتحصل لهم جديده او علاقه جديده هتختمها بالجواز، وده بعد شهر 9. اوكي، وما يرفضوش اي حاجه تجي لهم سواء شغل او اي علاقه او اي حاجه، يقعدوا يتعرفوا يتكلموا وبعد كده ياخدوا قرار. ما يرفضش على طول، ما يرفضش ولا حاجه. برج الاسد سواء بنت او ولد الفتره دي اي عرض يجي له او اي حاجه تحصل له ما يرفضهاش، يقرر بعد ما يخلص شهر 9 في اي قرار. تمام. اوكي، نيجي لبرج العذراء. برج العذراء الفتره اللي فاتت كانت عنده مش حلوه، السنين اللي فاتت الفترة دي الدنيا ابتدت تتغير عندهم. عندهم اوريدي الفترة اللي فاتت دي في كتير غيروا بيت، وفي كتير غيروا عربية، وفي كتير غيروا شغل. الفترة اللي جاية عندهم حلوة جدا، عندهم طلوع، عندهم شهرة، عندهم صعود. برج العذراء في حاجة هيعملها هتشهره. برج العذراء في حاجة هيعملها هتخليه نجمه يلمع جدا 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 جدا. طيب سامي معلش، هي انت بتقولي تغيير عتبه، البيت او شغل صح او عربيه، العتبه دي بتاعت البيت يعني ينقل من بيت لبيت، ولا حتى لو في جواز يبقى هو راح بيت دي عتبه جديده، او يعني دي عتبه جديده تعد يعني سواء هيتجوز او سواء الاهل غيروا البيت. اوكي، سواء كده او كده دي تغيير عتبه. اوكي، نيجي لبرج ال طب معلش يا سامي، معلش دلوقتي اللي متجوز في برج الاسد هيغير عتبة البيت برضو، يعني هيتجوز واحده ثانيه او هي هتتجوز واحده ثانيه؟ راجل ولا ست؟ سواء راجل او ست، احنا بنتكلم. لا حد، طب خلينا نتكلم عن الراجل مثلا. راجل الاسد هيشتري عتبه جديده، ممكن عربيه جديد مثلا، ممكن هيشتري عربيه جديده، هيجيب شقه ثانيه جديده، شغل ربنا يكرمه، عتبه جديده. برج الاسد السنه دي الرجاله والبنات عندهم هيجمعوا اكتر من ثلاث اماكن شغل. ايوه بس اللي متجوز هيفضل متجوز، ما لهاش علاقه، هو لازم تغيير العتبه يبقى هيتجوز ولا هو عايز يتجوز؟ لا احنا بنتكلم على حسب، هي تلاكيك عايز تلاكيك دي حاجه ثانيه. اوكي، كريم مفيش مشكله. اوكي، نيجي لبرج احنا خلصنا العذراء، نيجي لبرج الميزان. تمام. برج الميزان مستني رد في حاجه في امضه، سواء ست او راجل، يعني امضه عقد جواز، امضه عقد شغل، والامضه دي هتحصل خلاص، يعني لو ظهرت لك او ظهرت لك امضيها خلاص. انت في المرحله كويسه ليك في انك تنفذ، مش تفكر او تاخد قرار وما تاخرش، لانها فرصه والفتره دي عندك حلوه جدا او عندك حلوه جدا جدا. اي قرار بامضه حاجه، هتمضي عقد عربيه، هتمضي بيت، هتمضي شغل، هتمضي اي حاجه، او خلاص هتمضي اي حاجه، توكل على الله. توكل على الله، لان الفتره دي بتاعت التنفيذ وحلوه جدا عندك او عندك. يا مسهل. نيجي لبرج العقرب. برج العقرب كان الفتره اللي فاتت متوتر ومخنوق والدنيا عنده مش حلوه. بقول للبنات العقرب، انتوا عندكم هتخرجوا من حياه عاطفيه، عندهم مشاكل عاطفيه بنات العقرب، هيخرجوا من حياه وهيخشوا حياه جديده، او هم ما بقوش راضيين على الحياه اللي هم فيها، حتى لو متجوزين، حتى لو متجوزين عندهم مشاكل ومحتارين، لان ست العقرب لما بيحصل مشاكل كتيره او حاجه خلاص بتدور على حد تاني. فهي دلوقتي نفسيا مش مظبوطه. اوكي، عندها تغيير، ست العقرب عندها تغيير عاطفيا. راجل العقرب عمليا الدنيا عنده هتظبط قوي، او ابتدت تظبط بالفعل. اوكي، وفي كان سفر المفروض كان يسافروا الفتره اللي فاتت ومتاجل، بقى في حاجه بديل ليه، بعت حاجه، جاله ايميل، حاجه حصلت بديله، اللي هو الشغل الفتره الجايه ماشي كانه سافر. تمام. اوكي، نيجي لبرج القوس. القوس القوس خلصنا العقرب. تمام. القوس، برج القوس الفترة دي ابتدت تهدى شوية،
لان هو ابتدى ياخد قرارات جديده، اوكي، ياخد قرارات جديده وابتدى الدنيا عنده تبقى احسن شويه نوعا ما. بس بقول لك يا راجل القوس، خلي بالك في حد جديد في حياتك راجع لك، خلي بالك. لان الشخص اللي راجع لك في علاقه كانت قديمه في حياتك، في 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 برج القوس في علاقه جديده داخل فيها، وغالبا هتبقى علاقه كانت في حياته قبل كده. فبقول له خلي بالك ما ترجعش لده، لان لو علاقه جديده اوكي، لكن لو علاقه جديده اللي داخل فيها حد كان في حياتك قديم ما يرجعش لان هيحصل مشاكل. لكن لو علاقه جديده اوكي، لكن عمليا الفتره دي ابتدى يرتب اوراقه وابتدى يسمع وابتدى ينفذ. فالقوس الفتره دي اللي جاي عندك احسن، فاستمر على اللي انت فيه. والبنات كوس. البنات عندهم نفسيا تعبانين، لان هم بنات القوس عندهم مشكله، بيبقوا دايما حاطين بلان، لو ما تنفذتش وما حصلتش الحاجات اللي هم عايزينها، هم بيوتروا نفسهم وبيتعبوا وبيعملوا ضغط على نفسهم وبيكبروا المواضيع داخليا. ممكن ما بيتكلموش بس بيبقوا نفسيا مش متظبطين. فبقول لهم سيبوا كل حاجه لربنا وكل حاجه في وقتها حلوه، او يعني عسى ان تكرهوا شيئا وخيرا لكم، او سيبوها على ربنا، كل حاجه ليكم نصيب فيها هتشوفوها. اوكي، نيجي لبرج الجدي. برج الجدي، بنت الجدي، فكري في نفسك. وبقول لك لو الناس ما شافوكيش بتحبي نفسك عمرهم ما هيحبوكي. عندك جوازه جديده هتحصل لك، سيبي العلاقه القديمه اللي كنت انت فيها، علشان انت جيتي على نفسك كتير فيها. عمليا خلي بالك لان في حد بيرتب لك مكيده ليكي. اوكي، ست الجدي. نيجي الراجل الجدي. راجل الجدي، خلي بالك من تصرفاتك لان كل خطوه محسوبه عليك. يعني برج الجدي الفتره دي بوجه عام، سواء بنت او ولد، يخلي باله لان كل خطوه محسوبه عليه. في حاجه في عند الجدي، حاجه سواء بنت او ولد هتتكشف، او حاجه مش حلوه تروب هيقع فيه، بس هو مش قصده، هو مكيده حد هيحطها فيه. اوكي، نيجي لبرج الدلو. برج الدلو الفتره دي عندهم مش حلو، هم عندهم فتره اكتئاب او مودهم مش حلو او متضايقين، لان هم احنا في الجوزاء مأثر عليهم، لان برج هوائي زيهم فمأثر عليهم. فبقول لهم الفترة دي عندكم مش حلوة، استنوا لما نخش على برج السرطان، يعني بعد 21 الدنيا هتظبط عندكم، يعني كمان أسبوع الدنيا هتظبط. فالفترة دي لو عندكم مشاكل بلاش تتناقشوا فيها، لو عندكم أي مشكلة سواء في الشغل أو عاطفيا بلاش تحاوروا أو تتناقشوا، سيبوا كده أسبوع يعدي. أسبوع يعدي والدنيا هتبقى ألطف أو أحسن عشان تاخدوا قرار. نيجي لبرج الحوت. برج الحوت الفترة الجاية هيظهر له حد جديد، أوكي، هيبقى على علاقة بيه، أو هيبقى حد في حياته وشه حلو عليه. بقول له رتب أوراقك، عندك تغيير برضو عتبة بعد 15 أو 21 سبعة، عتبة دي عربية أو بيت أو شغل. بقول لهم ما تتسربعوش، فكروا كويس عاطفيا، لأن أنتوا اختياراتكم دايما مش حلو سواء راجل أو ست. فكروا كويس لأن أنتوا اختياراتكم مش حلوة. أوكي، ركزوا في الناس اللي انتوا بتختاروها، لان انتوا كل الفتره اللي فاتت اختياراتكم كلها كانت غلط.